حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. شابة يمنية ترسم ضحايا صامتين في جدران شوارع صنعاء. اليمن وسوريا والسودان أتعس الدول عربيا وعالميا. ومن أخبارنا المنوعة، الاستخبارات الأمريكية تكشف ظهور نائب مديرها السابق بدور ثانوي في مسلسل صراع العروش. أهلا بكم. هناك ضحايا صامتون ترسمهم شابة في شوارع صنعاء. يقول الموقع بوست: رسائل سلام ومعاناة يجدها المرء في لوحات فنية تزين جدران مدينة صنعاء. اللوحات هي بصمات طبعتها الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع على تلك الجدران لتوثيق ذكرى ضحايا الحرب. أحدث جدارياتها تصور ضحية لغم أرضي بساق واحدة. ومن بين لوحات عديدة رسمتها هيفاء في صنعاء خلال حرب تسببت بمقتل آلاف اليمنيين وتشريد عدد أكبر وتدمير اقتصاد اليمن، هيفاء أطلقت على الجدارية اسم مجرد ساق ضمن حملة ضحايا صامتين. الفنانة هيفاء سبيع قالت: الجدارية تعنى بضحايا الحرب بشكل عام، وخصوصا ضحايا الألغام الفردية التي تزرع في كل مكان باليمن. وأضافت: رسالتي دعوة للسلام، ففئة النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، ولا أحد يلتفت لهم في هذه الحرب العبثية التي استهدفت كل شيء في اليمن. يقول المصدر أونلاين إن محتجين في مدينة المعلا غرب مدينة عدن أعادوا قبل حوالي أسبوع إغلاق شارع المدينة الرئيسي احتجاجا على تأخر تسليم متهمين يتبعون قوة أمنية يعتقد أنهم قتلوا الشاب رأفة الدنبع في مارس الماضي. الشاب رأفة الدنبع قتل بنيران عناصر يتبعون قوة مكافحة الإرهاب، وهو الشاهد الوحيد على تورط عناصر يتبعون هذا التشكيل في جريمة اغتصاب طفل في مديرية المعلا. عند إغلاق المتضامنين مع العائلة الطريق الرئيسي في المعلا المرة الأخيرة، تدخل والد رأفة لإقناعهم بفتح الطريق الرئيسي، ولوح بتلقيه وعودا عن إمكانية تسليم المتهمين قريبا ليحالوا إلى المحاكمة. ولكن إعادة إغلاق الطريق الرئيسي الذي ارتبط إغلاقه في الآونة الأخيرة بقضية الشاب رأفة الدنبع يمثل إعادة تذكير بغياب الجدية في حل قضية أثارت موجة احتجاجات واسعة النطاق في المدينة. محمد دنبع شقيق الضحية رأفة الدنبع قال للمصدر أونلاين إن اللجنة الأمنية التي شكلها وزير الداخلية للتحقيق في قضية مقتل شقيقه لا تزال على تواصل معهم، لكنه أشار إلى غياب التقدم الملموس والحقيقي لحل القضية. يكتب خليل العناني في صحيفة العرب الجديد عن العرب والاختبار العسير للديمقراطية، ويقول في جزء من مقاله: تخبرنا تجارب الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أن الديمقراطية ليست سحرا أو اختراعا عجيبا يصعب الاهتداء إليه، بل على العكس هي عملية ممكنة إذا توفرت لها الظروف الملائمة، وإذا أحسنت النخب السياسية التعاطي مع هذه الظروف بمسؤولية ونزاهة. وجدت الديمقراطية طريقها، أو بالأحرى وجدت الشعوب الأوروبية والأمريكية والآسيوية طريقها باتجاه إنهاء التجارب الاستبدادية وشق الطريق نحو الحكم الديمقراطي. وقد كانت لديها الظروف نفسها في العالم العربي الآن، سواء من حيث صراعات أهلية طاحنة أو جنرالات عسكريون قابضون على السلطة أو أحزاب مهيمنة على السلطة، وهو ما يثير التساؤل حول فشل الانتقال الديمقراطي في العالم العربي، وما إذا كان الأمر يتعلق بالثقافة العربية التي تخاصم الديمقراطية كما يقول المستشرقون أو كما يدعي بعض مثقفين المتنطعين. وتكشف مقارنة سريعة بين هذه التجارب المذكورة وتجربة العالم العربي فيما يخص الديمقراطية أن ثمة ثلاثة فروق أساسية. أولها يتعلق بالدور المحوري الذي تلعبه النخب السياسية في أثناء المراحل الانتقالية، فقد أخفقت النخب السياسية العربية حين لاحت الفرصة مع الموجة الأولى للربيع العربي، وقد غرقت هذه النخب في خلافات واستقطابات سياسية وإيديولوجية وهوياتية دفعت الأنظمة القديمة أو من هو على شاكلتها إلى العودة إلى الحياة السياسية ووأد التجربة الانتقالية في مهدها. الفرق الثاني هو دور النخب الدينية والمجتمعية في توعية الجماهير بأهمية الانتقال الديمقراطي والحفاظ على مساره مهما كانت التكلفة، وذلك بديلا عن الانزلاق باتجاه الحكم الفردي الذي يدمر السلم والتعايش الأهلي.
الفرق الثالث هو دور الجوار القريب والبعيد في إنجاح أو إخفاق الانتقال الديمقراطي في البلاد المعنية، فإن دول الجوار العربي والأوروبي وكذلك أمريكا لعبت دورا في إحباط تجربة الانتقال الديمقراطي في العالم العربي وإفشالها منذ عام 2011. وبدون معالجة هذه العوامل يبقى من الصعب على العرب تحقيق انتقال ديمقراطي ناجع، وسيتم إعادة إنتاج الحكم السلطوي بطرق وأشكال مختلفة. بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب، ترى ما هي الخسائر التي تكبدتها اليمن فيها؟ الأمم المتحدة تجيب على هذا التساؤل بإحصائيات كما ذكر موقع المشاهد، وتعلن مقتل 250 ألف شخص في وقت تراجعت فيه التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً منذ بداية الحرب. وفي التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حصل المشاهد على نسخة منه، توقعت الأمم المتحدة بأن خسائر اليمن الاقتصادية ستصل إلى أكثر من 88 مليار دولار إذا لم تنتهي الحرب العام الجاري، ما يعني زيادة في انخفاض نصيب الفرد. وأكد التقرير أن معدل التراجع في مكاسب التنمية سيعود إلى حوالي 26 عاما في حال استمرار الحرب إلى ما بعد عام 2022، بينما سيزيد معدل النقوص إلى 4 عقود إذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030. وأشار التقرير إلى أن 71% من السكان سيعيشون في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار في حال استمرار الحرب عقدا من الزمن. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكلوتس ما قال إنه إذا تحقق السلام غدا سيستغرق الأمر عقودا حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية التي كانت قبل بدء الصراع. في مقاييس السعادة والتعاسة العالمية، تحتل اليمن إلى جانب سوريا والسودان رأس القائمة، لكن في مقاييس التعاسة، حيث قال موقع الصحوة نت إن اليمن وسوريا والسودان صنفت كأتعس الدول العربية والعالمية، وذلك في رصد أجرته الأمم المتحدة. ويقيس مؤشر السعادة العالمي مدى السعادة في المجتمعات طبقا لدراسات وإحصائيات متعددة، ويتم من خلاله قياس مدى شعور الأفراد بالسعادة والرضا في حياتهم. والدول الأكثر سعادة غالبا ما تكون الأكثر ثراء، إضافة لعوامل أخرى مساعدة مثل الدخل الإضافي والدعم الاجتماعي وغياب الفساد. ووفقا لمؤشر السعادة العالمي لعام 2019 الذي يقيس درجات السعادة في 156 دولة، جاءت فنلندا في المرتبة الأولى كأسعد دولة للعام الثاني على التوالي. ويرجع احتلال فنلندا الدولة الأسعد في العالم إلى جودة التعليم ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100% والأعداد الكبيرة من البحيرات التي تمكنها من تجنب قضايا المياه، كما تعد واحدة من الدول الأعلى تصنيفا في السياسات التجارية الجاذبة، بينما جاءت كل من سوريا واليمن والسودان في ذيل المؤشر باعتبارها أتعس الدول عربيا وعالميا. نحن نوفر لكم الخبز والوقود إن تخليتم عن أمان الكرامة والحرية، تقول قوى الثورة المضادة الآن للسودانيين على وجه الخصوص، وتلك مرحلة خطرة إن نجح السودان وإلى حد ما الجزائر على اختلاف ظرفيهما في اجتياسها إلى بر الديمقراطية، فسيكون على مصر هذه المرة أن تتعلم الدرس منهما. كان هذا جزءا من مقال للكاتب ماجد عبد الهادي في صحيفة العرب الجديد قال فيه: الثوار لم يغادروا الشارع ويذهبوا إلى الاحتفال بإطاحة الرئيس عمر البشير أو باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على غرار ما فعل سابقوهم في ميدان التحرير حين تنحى الرئيس حسني مبارك، ولعل مرد ذلك يعود إلى أنهم صاروا يدركون أن سقوط رأس الحكم لا يعني بالضرورة سقوط النظام، وأن أي جنرال يبادر لحماية الثورة هو على الأرجح نسخة أخرى من عبد الفتاح السيسي، إلى أن يثبت العكس ويقتدي بالجنرال السوداني عبد الرحمن سوار الذهب الذي أطاح بالرئيس جعفر النميري استجابة للانتفاضة عام 1986، والتزم بوعده بتسليم السلطة بعد عام واحد لحكومة مدنية منتخبة. على أي حال، ليست الخشية من غدر الجنرالات إلا بعض الدرس الذي تعلمه السودانيون والجزائريون والعرب عموما من تجربة أشقائهم المصريين. أما بقيته التي لا تقل مدعاة للاعتبار والحذر،
فربما تتلخص في تلاقي مصالح النخب العسكرية الفاسدة وأطماعها بالسلطة والمال مع خشية قوى إقليمية من انتشار عدوى الثورات واستعدادها للتدخل ودفع مليارات الدولارات كي تجهض حلم التغيير الديمقراطي بالطريقة ذاتها التي فعلتها عندما دعمت انقلاب السيسي. إذن تقول صحيفة العربي الجديد إن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد الذي صار على شفا المجاعة. البنك المركزي اليمني انقسم إلى فرعين رئيسيين متنافسين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تسبب في مشكلات متعلقة بالمدفوعات أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية ملحة. فرع البنك المركزي في عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً أصدر بياناً باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق بحسب الأقل، وسيغطي البنك الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم من الوديعة السعودية البالغة قيمتها ملياري دولار للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية. علاء الدين أبو زينة ترجم في موقع الغد الأردني تقرير لصحيفة الإيكونوميست أجاب عن سؤال: لماذا يهتم الناس بالمباني القديمة؟ جاء فيه: يبدو من غير الإنساني الاهتمام بمبنى أكثر من الاهتمام بالناس، وأن يكون مشهد نوتردام بينما تشتعل فيها النيران قد اجتذب اهتماما أكبر بكثير من ذلك الذي اجتذبته الفيضانات في جنوب أفريقيا والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص، فشأن يثير مشاعر الذنب. ومع ذلك فإن الحزن المنتشر والكثيف الذي أثاره مشهد برج الكنيسة المتداعي يظل في الواقع شعورا إنسانيا بعمق وبصورة خاصة، لأنه يأتي في القرن 21 ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد الذي أصبح معولما اليوم فحسب، بل هو يتعلق بالثقافة أيضا، فالناس لا يتجولون في العالم بحثاً عن الوظائف والأمان فحسب، وإنما يبحثون أيضاً عن الجمال والتاريخ، والألفة تولد المودة. مع ذلك لم تكن المشاعر التي أثارها المشهد تتعلق بالمبنى نفسه بقدر ما تتعلق بما قد يعنيه فقدانه، فنوتردام تعبير عن الإنسانية في أفضل حالاتها الجماعية، كما أن الحريق يربط الناس بعضهم بعضاً، ويشكل تدفق المشاعر التي صنعها الحدث دليلاً على أننا بالرغم من قوى الانقسام المظلمة السائدة الآن ما نزال جميعاً معاً. عندما تصبح السياسة مستقطبة يمتلك حب الثقافة القدرة على التوحيد، وعندما يفصل التطرف المسلمين عن المسيحيين والمتدينين عن غير المتدينين، فإن أولئك المنتمين إلى جميع الديانات وغيرهم من غير المؤمنين يحزنون معاً. لن يعود الصرح هو نفسه أبداً، لكنه سيكون كما يجب أن يكون، وكما كتب فيكتور هوغو في روايته الفذة أحدب نوتردام، وهي رسالة حب في 3 مجلدات للكاتدرائية. الصروح العظيمة مثل الجبال العظيمة هي عمل قرون. مسلسل صراع العروش الأشهر في التاريخ يحتضن آلاف الممثلين والكومبارس، لكن المفاجأة هي ما كشفتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كما قالت صحيفة الشرق الأوسط عن ظهور ديفيد كوهين نائب مديرها السابق في الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش. وبحسب صحيفة تليغراف البريطانية فقد ظهر كوهين بشخصية ثانوية، حيث كان يمثل دور أحد الجنود أو السكان المحليين الذين يحتمون بقلعة وينترفيل مسرح الأحداث في الحلقة الثانية. ونشرت الاستخبارات الأمريكية في تغريدة على تويتر صورة لكوهين أثناء أدائه الدور وعلقت عليها قائلة: من مزايا العمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية هو السفر عبر العالم، وفي بعض الأحيان التواجد في أماكن غير متوقعة. ابحثوا عن نائب مدير الوكالة السابق وهو يتجول في ويستروس في حلقة صراع العروش الأخيرة. كوهين رد على تغريدة وكالة الاستخبارات وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي مازحا: أفسدت الوكالة المكان الذي كنت أتخفى فيه. وبحسب التليغراف فإن كوهين هو زوج أخت ديفيد بنيوف
أحد الكتاب الرئيسيين للمسلسل، وقد كان يشغل منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية منذ عام 2015 حتى عام 2017، إلا أنه لا يزال يظهر بانتظام في وسائل الإعلام لمناقشة القضايا الخاصة بالسياسة والأمن. لم يكن الفيضان في موزمبيق عاديا ولا يشبه أي فيضان وقع قبله، فقد جرف أكثر من 800 شخص قتلوا في العاصفة والأمطار الغزيرة. وكالة رويترز التقت إحدى العائلات التي خسرت طفلتها في هذا الفيضان وغرقت أمام أعينهم ولم يستطيعوا فعل شيء، وكانت هذه الصور المنشورة أيضا في موقع عربي بوست. نتابع. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع أيضا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.